الكيادين والأوبن مايند وصلوا. ستايلات تفكير جديدة للرجالة في مسلسلات رمضان 2023. مين مكرهش المعلم سيد الكياد في تحت الوصاية؟ وهو راجل شغلته طول اليوم يضايق الست حنان اللي هي الفنانة منى زكي، لدرجة إن الجمهور بقى يكرهه جداً. بمجرد ما بيشوفوه على الشاشة بيبقوا عايزين يقفلوا التلفزيون أو حد يروح اللوكيشن يضربه علشان يريح منى زكي من شره. محمد عبد العظيم هو نموذج من نوعية رجالة انتشروا في سوق العمل بالذات، وتحس كده إن نفسك تتعارك معاه وتقوله يحترم نفسه ويتعامل مع الست حنان بطريقة أحسن من كده. المهم إن دراما رمضان 2023 طلعت لنا على الشاشة نماذج جديدة من الرجالة زي الكيادين والأوبن مايند، زي شخصية شريف اللي شفناها في مسلسل الهرشة السبعة، واللي عمل الدور ده الفنان علي قاسم اللي اتجوز أسماء جلال، وقدم طريقة تفكير جديدة للراجل اللي مش بيتأيد بأحكام المجتمع ولا بيفرق معاه نظرة الناس، لدرجة انه طلب من حبيبته يعيشوا مع بعض فترة قبل ما يتجوزوا بدون ما يخاف من نظرة المجتمع. بعد ما اتأكد انه بيحبها قرر يتجوزها، وعاشوا مع بعض في تبات ونبات، بس رفض يخلف منها صبيان وبنات، وخبى عليها ان عنده بنت، لحد ما فجأة البنت دي قررت تظهر في حياته. شريف ما كانش الراجل اللي كان عايز يجبر اسماء جلال انها توافق على وجود بنته، وقال لها نعمل اللي انت عايزاه وادها حرية الاختيار، وقدم ستايل جديد للعلاقة الناضجة المبنية على الصراحة والتفاهم بين الطرفين. وزي ما شفنا الكياد والأوبن مايند، قدم الفنان طارق لطفي شكل الراجل اللي بيمر بأزمة منتصف العمر بشكل مختلف تماما، وكان الشخصية اللي عايز يشتغل على العلاقة وما ينفصلش عن مراته رغم مرور سنين كتير على جوازهم ومرور علاقتهم بمراحل الملل والروتين، إلا إنه ما استسهلش وقال يلا نتطلق. لا، ده قال لمراته تعالي نخرج ونعيد العمر من أول ونجرب كل حاجة تاني أكننا لسه مخطوبين. وقتها مراته هي اللي كانت مملة ورفضت وقررت إن هما يبعدوا عن بعض، لكن مع الوقت قدر يخليها تحس بقيمته من غير ما يعلي صوته عليها ولا يتخانق معاها في الشارع أو الحاجات اللي بقينا نشوفها في الفترة الأخيرة. تفتكر إيه أجدد نموذج للرجالة اتقدم على الشاشة؟